قال أبو العالي الشامي يفخر بنفسه ويصف رجلا بالبخل: إني امرؤ أصفي الخليل الخلة، أمنحه ودي وأرعى إلة، وأبغض الزيارة المملة، وأقطع المهامه المضلة، لست بها لركبها تعلة، إلا نجاء الناجيات الجلة، على هبل أو على هبلة، ذات هباب جسرة شملة، ناجية في الخرق مشمعلة، تنسل بعد العقب المكلة، مثل انسلال العضب في ذي الخلة، وكاشح رقيت منه صلة، بالصفح عن هفوته والزلة، حتى استللت ضغنه وغلة، وطامح ذي نخوة مدلة، حملته على شباه إلة، ولم أمل الشر حتى مله، وشنج الراحة مقفعلة، ما إن تبض كفه ببلة، أفاد دثرا بعد طول خلة، وصار رب إبل وثلة، لما ذممت دقه وجلة، تركته ترك ظبي ظلة، ومعشر صيد ذو تجلة، ترى عليهم للندى أدلة، سماؤهم بالخير مستهلة، أوفى بهم دهر على مزلة، ثم تلفاهم بمصمئلة، فبدلت كثرتهم بقلة، وعقبت عزتهم بذلة، وغادروني بعدهم ذا غلة، أبكيهم بعبرة منهلة، ثم صبرت واعتصمت بالله، نفسا بحمل العبء مستقلة، ودول الأيام مضمحلة، يشعبها ما يشعب الجبلة، تتابع الأيام والأهلة. السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.